دي اصعب لحظه، دي اصعب لحظه في الحلقه كلها. اسمحوا لي اقول ثلاث حاجات صغيرين قوي ليهم علاقه ببعض جدا. اولا حب نفسك جدا جدا جدا، لان ده المخلوق الوحيد اللي مش هتعرف تهرب منه في اي حته، ده وراك وراك. ثانيا انت حر ما لم تضر، فاي حاجه انت شايف ان انت هيبقى ليها متعه ليك ومش هتاذي الاخرين اعملها، وما تعملش حساب لاي حاجه في الدنيا. ثالثا جمله انا قلتها كده الحقيقه، قلتها مرتين يعني، مره في مسلسل ومره في فيلم، احلى يوم في حياتك انت لسه ما عشتوش. كل سنه وانت طيب. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليله 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.